صباح الخير للجميع صباح النور يا دكتوره صباح النور يا هلا تدرسوا متابعين مع الماده بتحلوا اسئله كيف الوضع؟ لا الوضع تمام إن شاء الله يكون الكل متابع يعني بنعرف إنه يعني الظروف شوي صعبة والواحد صعب يركز و بس يعني زي ما حكينا التعليم أساسي ما فينا نوقفه بدنا نحاول نتبع لأنه ما حدا عارف أصلاً لإمتى مطول هيك الوضع ف يمكن أولها الواحد كانت يعني الصدمة كتير أكتر و... وكان الواحد مش عارف لوين رايحينه و... مش عارف لأمتى هذا الوضع رح يضل هيك بس هلا هل يعني صح الموضوع لسه هلا هل معقد أكتر والواحد مش عارف برضه لأمتى رح يضل هيك الوضع بس شوية لازم نتأقلم إنه إحنا ما ما عارفين لأمتى رح نضلنا هيك أونلاين فالمفروض نضلنا متابعين لأنه إذا انقطعنا فترة طويلة صعب نرجع فيعني رجاء اذا في حدا ما كان متابع بالاول يجرب يحضر كمان مره ويمشي معنا في اشي شرحنا او شرحته انا المره الماضيه ما كان مفهوم او اشي بدكم اياني اعيده احنا بالاخير حكينا بدنا نحل سؤال ما حلت انا سؤال اخر إشي اخذنا تاكسد واختزال وحكيت شايفين السلايدات اللي انا مش عامله شير لسه لا لا مش عارف طيب آه... هيك شايفين صح؟ اه طيب اخر اشي وصلنا المرة الماضية حكينا بدنا نحل سؤال هون نحل هذا السؤال سوا وبدنا نروح لاشي جديد حكينا اذا في عندي معادلة معطيني اياها وعم يسألني على الهاف ريأكشنز اللي هم التأكسد والإختزال، بسألني أي اليمنت صار له تأكسد وأي اليمنت صار له إختزال، وبعدين بسألني مين العامل المؤكسد ومين العامل المختزل. شو لازم أعمل أول شغلة في المعادلة؟ أكتب الاكسيديشن نمبر <applause> لكل ذرة. باجي لأول مركب اف اي او. شو شحنة الإف اي؟ -E؟ بدي أعرفها من الأكسجين. الأكسجين <applause> هم <هو> سالب 2 <applause> صح. كل المركب... <applause> كل المركب صفر الاكسجين سالب اثنين الحديد عنده موجب موجب اثنين برافو السي او مين اللي بعرف ومين اللي ما اخذت قاعده لا الا الاكسجين اخذناه هذا سالب اثنين سالب اثنين والسي موجب اثنين برافو موجب إذا،, اذا الاكسجين سالب اثنين والمركب كله صفر الكربون موجب اثنين الاف اي هاي فري element عنصر لحاله شحنته؟ صفر صفر سي او 2 كل اكسجين سالب اتنين سالب اتنين ضرب اتنين زائد الكربون بيعطيني صفر، شو بتطلع الكربون؟ موجب اربعة موجب أربعة، إذا بدي أتعلم أكتب شحنة كل الأكسديشن نمبر لكل ذرة عندي عشان أعرف شو اللي صار. بسأل حالي شو العناصر اللي ما صار عليها تغيير؟ الأكسجين الأكسجين الاكسجين في المواد المتفاعله سالب 2 وفي المواد الناتجه سالب 2 اذا ما اللي دخل فيه مين العناصر اللي صار في تغيير بارقام التاكسد لها الاف اي والكربون الاف اي -E بالضبط والكربون شو اللي صار فيهم نكتب الاف اي -E تحولت من موجب 2 لاف -E اي صفر هذا شو اختزال هذا عبارة عن نقصان في الأكسيديشن نمبر فهذا بسميه ريدكشن هاف رياكشن طيب وين أحط الإلكترونات؟ أنا هيك مش مخلصة المعادلة بحطهم عند كم الفاعل. إلكترون لازم أحط في المواد المتفاعلة؟ اثنين أيوة أول إشي هذا اختزال، ثاني إشي الشحنات في المواد الناتجة صفر الشحنات في المواد المتفاعلة موجب اثنين فلازم تكون صفر كمان فبحط الكترونين في المواد المتفاعله طيب هلا باجي للسي شو صار فيها كانت موجب 2 تحولت لموجب 4 كبر عدد التاكسد هذا شو بسميه اوكسيديشن اوكسيديشن هاف طيب وين احط الالكترونات النواتج كم الكترون بلزمني <applause> نعم. المواد المتفاعلة مجموع الشحنات موجب اثنين، المواد الناتجة الكربون موجب أربعة، بدها إلكترونين عشان تصير موجب اثنين. طب سؤالي لإلكم بصير يطلع معي إنت تأكسد؟ لا تفاعلين لا برضه لا أيوة إذا بيطلع معي هيك معناها أنا غلطانة في إشي فلازم أرجع أراجع حلي طيب إذا عرفنا مين الإليمنت اللي صار له أوكسيديشن <سؤال> الكربون الكربون موجب اثنين مين الاليمنت اللي صار له ريدكشن الاف اي موجب اثنين هلا بدي اسال مين الاوكسيدايزنج ايجنت اف اي موجب اثنين اف اي اه شفتوا باجي بقول مين صار له ريدكشن مين صار له ريدكشن اختزال الاف اي موجب اثنين موجود في الاف اي او باجي بقول الاوكسيدايزنج ايجنت هو اف اي او بسال مين الريديوسنج ايجنت الريديوسنج ايجنت اللي هي الاليمنت اللي صار له اوكسيديشن اللي هو سي الكربون موجب 2 فيش عندنا اشي اسمه كربون موجب 2 موجوده في مركب اسمه سي او فباجي بقول انا الريديوسنج ايجنت هو مركب السي او بعيد كمان مره حطينا ارقام التاكسد لكل الذرات اللي في المعادله بعدين شفنا مين اللي صار عليها تغيير كتبناهم بانصاف تفاعلات شفنا انه الحديد صار له ريدكشن والكربون صار له اوكسيديشن الماده اللي صار لها ريدكشن هي الـ هي ايجنت بس مش الذره لحالها المركب اللي هي موجوده فيه كله الكربون موجب اثنين هو اللي صار له تاكسد فكله السي او هو عباره عن ريديوسينج ايجنت اذا بيسالني اوكسيديشن ريدكشن بحكي على ذرات عادي اذا قال لي ايجنت اوكسيدايزنج ايجنت انا لازم احكي على مركب انت بحكي عنه كذره لحاله اذا كان فري اليمنت عادي بحكي عنه كذره لحاله مفهومة؟ في حدا عنده سؤال؟ طيب حكينا من هون لاخر هذا السكشن كله محذوف انواع تفاعلات التاكسد والاختزال مش مطلوبة منكم، في سؤال هون بتحلوه لحالكم بحكي لي مين من هدول التفاعلات مش تفاعل ريدوكس، ريدوكس معناها اوكسديشن ريدوكشن ف بتحلوها كيف بدنا نحلها لازم نحط الاكسديشن نمبرز لكل الذرات التفاعل اللي بتكون هون عندي كل ذرات وما صار عليها تغيير بالاكسديشن نمبرز بكون مش تفاعل ريدوكس فحلوها رح يطلع معكم الجواب سي جربوا حلوها لحالكم هلا بدي اروح لسكشن 4 5 رح تحسوا انه سكشن 4 5 اشياء انتم متعلمينها بالمدرسه بحكي على الكونسنتريشن اوف سوليوشنز هلا احنا تعلمنا التفاعلات اللي بتصير بالمحاليل المائيه اول شغله تعلمناها هي انواعهم اخذنا بريسبيتيشن ترسيب واخذنا اسيد بيس رياكشن حمض وقاعده واخذنا ري اوكسيديشن ريدكشن اخذنا انواع التفاعلات هلا بدنا نبلش بالحسابات اول شغله لازم اكون فهمتها بما انه عندي محاليل مائيه التركيز لازم اعرف كيف احسب تركيز المحلول شو هو التركيز شو يعني تركيز محلول تركيز المحلول هو طريقه بعبر فيها عن الاماونت اوف سوليوت كميه المذاب اللي موجودة في quantity of solution or solvent يعني قديش أنا عندي كمية المادة المذابة في المذيب أو في المحلول كله هاي في المذيب أو في المحلول كله حسب الوحدة اللي أنا مستخدمتها مرات بستخدم وحدة بالمية مثلا بقول عشرة بالمية عندي بكون بحكي إنه في عندي من السوليوت عشرة من المية الموجودة من السوليوشن كله ممكن بحكي والله عشرة بالمية وزن لوزن ممكن أحكي من 10 بالمية حجم وزن لحجم ممكن احكي مولاريتي ممكن احكي نورماليتي مليان طرق للتعبير عن التراكيز احنا بدنا نتعلم المولاريتي شو هي المولاريتي المولاريتي هي حساب عدد مولات السوليوت ام للسوليوت للماده المذابه على الفوليوم للسليوشن للمحلول كله شو بدها تكون الوحده مول لكل لتر, لتر. طيب او نكتبها هيك ام كابيتال يا بكون كاتب لك اياها مول لكل لتر يا بكون كاتب لك اياها مو ام اي كابيتال هلا بحكي لك دير بالك احنا بنحكي على الحجم للسوليوشن يعني شو لازم تكون الوحده تبعت الحجم باللتر ل... لتر yeah. لتر بحكي لك المولاريتي بتعتمد على درجة الحرارة طبيعي لأنه بحكي على كمية مذاب في مذيب أو في محلول بعدين بحكي لك هي عبارة عن خاصية ما بتعتمد على كمية المادة شو يعني ما بتعتمد على كمية المادة تعلمتوا الكثافة بالمختبر قالوا لكم الكثافة ما بتعتمد على كمية المادة قالوا لكم إذا أنت بتجيب كاسة مي تحسب كثافتها ولا جبت تانك مي بدي يختلف الجواب لا لأنه نعتمد على الحاجة. لان هالكثافه بنسميها انترنسك انترنسك بروبرتي ما بتعتمد على الحجم بالعكس انت جيب 10 مل ولا 50 مل ولا 700 مل رح يكون لهم الكثافه واحد عند نفس الظروف درجه الحراره واذا مثبتي انا كل العوامل ما رح يختلف عندي إشي ونفس الشيء التركيز يعني انا حضرت محلول هاي المحلول اللي حضرته مثلا عندي عند 1 لتر جيت احسب التركيز لواحد لتر هدول الواحد لتر رحت سحبت منهن 10 مل بتعرفوا اللتر انتو ألف مل وحسبت التركيز كمان مرة للعشرة مل هل دي تغير التركيز؟ ما أنا بحكي عن نفس المحلول إذا بحسب التركيز لعشرة مل ولا لواحد لتر ولا لأي كمية أخذتها طالما أنا المحلول عندي بحكي عنه هو نفسه أو بتعامل معه نفسه ما راح تتغير التركيز عندي التركيز ثابت للمحاليل ما بتغير قصدي فيها ثابت إنه أنا لو أحسب التركيز لكمية صغيرة أو لكمية كبيرة من نفس المحلول المفروض يطلع معي نفس الجواب طيب نجرب نحل كيف بنحضر احنا المحاليل كيف بحضر محلول مثلا تركيزه واحد مولر ولا عشرة مولر ولا خمسة مولر بدي اجيب كميه من الماده واذوبها بالماء صح فانا لما باجي بحضر محلول بدي اعرف كيف احسب تركيزه يعني لو قلت لكم جيب 40 جرام ان اي او اياها ب 500 مل الماء قديش بتكون التركي... التركيز للمحلول اللي ناتج نكتب عدد المولات سوري المولاريتي بتساوي عدد المولات على الحجم مولات مين؟ ان او اتش حجم السوليوشن بحسب مولات الان اي شو بتساوي مولات الان اي الماس واحد. على المولر ماس قديش الكتله معطيني اياها بالسؤال؟ 40 جرام الكتله الموليه للان اي كمان 40 جرام لكل مول فراح يطلع عندي واحد مول اذا حسبت المولات الكتله على الكتله الموليه هذا شيء احنا بنعرف نحسبه هلا باجي للمولاريتي عدد المولات على الحجم عدد المولات 1 الحجم 500 ضرب 10 قوه سالب 3 ليش ضربت في 10 قوه سالب 3 او بمعنى قسمت على 1000 قلت للتر، أيوة لازم هذا المل يتحول للتر عشان أحول من مل لتر بدي أقسم على ألف أو أضرب بعشرة قوة سالب ثلاثة رح يطلع الجواب اثنين مولر طيب إذا حسبنا إحنا التركيز اللي بنتج من إني أنا أذوب أربعين جرام أن او أتش في خمسمية مل مي هلأ كيف بنحضره لهذا المحلول بنروح على المختبر لازم نجيب أداة كتير دقيقة تقسلي الحجم ما بصير أنا أحضر تقريباً حجم 500 مل اوخده. انتم اخذتوا انه في ادوات بتقيس الحجم لل لل للسائل بطريقه كثير دقيقه ومنهم شيء اسمه فوليومتريك فلاسك. شو هو الفوليومتريك فلاسك؟ طلعوا كيف اداه هاي من تحت في عنا زي تجويف، هون في عندي علامه. هذا ممكن يكون مكتوب عليه 1 لتر 500 مل 10 لتر 100 مل، شو يعني؟ هذا الفوليومتريك فلاسك بيقيس لي بس حجم واحد ما في تدريج تطلع ولا واحد ولا اثنين ولا عشرة في عندي وعاء وفي عندي علامة الرقم المكتوب عليه نفرض مكتوب عليه 500 مل لعند العلامة هاي المحطوطة بكون أنا كم أخذت 500 مل يعني بيقيس حجم واحد ثابت بس ودقيق بيكون دقيق مية في يعني من أدق الأدوات اللي تستخدم لقياس الأحجام طب أنا بدي أجيب 40 جرام أنا أتش بحط ال 40 جرام هيك لسه ما حطيت مي أنا بجيب فنل بكون حطيت الأني اتش بحط ال 40 جرام أني اتش بعدين ما بقول بروح بقيس في البيكر 500 مل لا ما انا بدي اضل اضيف مي لعند الاشاره بس اذا بضيف مي لعند الاشاره بعرفش اذوب بالأنيو اتش فلازم احط نصه تقريبا ميه اذوب الانيه واتش منيح 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 بعدين طلع كيف له غطاية لازم تسكر وتخض منيح بعد رح تتعلم هذا الحكي في المختبر بعدين لما يذوب كل الانيه واتش بكمل المي للعلامه وبعد هيك بخض برجع بحط الغطايه وبرجع بخض لفوق وتحت ولفوق ولتحت عشان يكون عندي هوموجينيس متجانس المحلول عندي هيك بكون حضرت المحلول بطريقه دقيقه جدا في المختبر دكتوره كيف لني سهيت شوي كيف انت انت ولا انا 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 ما فهمتش انت بدك تحضر محلول حجمه 500 مل عن طريق انك تذوب 40 جرام ان اي او اتش في 500 مل مي بتروح بتجيب فوليومتريك فلاسك حجمه بيكون 500 عند الإشارة هاي بتكون عبيت أنت 500 بس ما بصير تعبي من أولها 500 لازم بالأول تحط السوليد وتعبي نصه مي وتخد منيح منيح تحط الغطاية وتخد منيح ليذوب كل السولد عندك بعدين بتكمل المي للعلامة وبترجع بتخد كمان مرة هيك بتكون حضرت المحلول اللي انت بلزمك بالحجم والتركيز اللي انت عندك اياه بطريقة دقيقة هاي الطريقة العملية طيب هلأ بدو يعطيني اسئلة يشوفني انا بعرف احل ولا ما بعرف احل لما يسالنا عن كونسنتريشن بنحسب المولاريتي اه انت لحد الان ما تعلمتيش الا مولاريتي يا ميرا بس تعلمي اشياء ثانيه بطلب منك اشياء ثانيه هلا شو بسالني طرح. هون اه لما نحط لأني اي او على المي مش بزيد الحجم صح مش بزيد الحجم يعني حجم الأني اي بيكون محسوب اصلا شو هي المولاريتي المولات على الحجم المولات للسوليوت على الفوليوم للسوليوشن لهيك انا ما جيت قلت لك ايه حط 40 جرام وبعدين جيب 500 مل مي وحطهن مش هيك بتتحضر المحاليل المحاليل بتتحضر زي ما حكينا بنحط الوزن ولا الاشي اللي بلزمنا وبعدين احنا بنكمل الحجم ل 500 فبكون الحجم المحسوب هو حجم كميه السوليوت اللي حطيتها وكميه السولفنت لهيك اصلا انت بدك الحجم للسوليوشن كله انت ما بدك حجم السولفنت لحاله. اه فالصح فالصح اللي انت عملته انك انت تحط التنتين والتوتال توتال الحجم يكون 500 في الاداه هاي الدقيقه لقياس الحجم. يعني ممنوع أوه. واحد يجي يحط لي 500 من الميه وبعدين يحط الاني ما بصير، بدك تحط الاني وتحط نص الحجم بعدين تكمله ل 500 عشان مجموع الحجم للسوليوشن كله هو اللي يكون ال 500. تمام شكرا. تمام. هلا كمان بتشوفوا هاي الشغله في الديليوشن رح رح ترجع تخربشكم شوي. بيسألني هون how many grams؟ ايش يا ميرا بدك تسألي؟ احكي. اه لا دكتورة كنت بدي اساعدك بالحل. <applause> اه طيب هلا بس اسأل بس احكي السؤال واشرحه بتحلي معي. how many grams؟ كم جرام بلزمني من البوتاسيوم دايكروميت؟ إذا بيسألني بالدوماس. عشان احضر انا 250 مل شو هاي المعلومه شفته بطل يحكي لك فوليوم ويحكي لك عدد مولات بصير بعطيك الرقم ما وحدته وانت بدك تعرف لحالك 250 مل شو هاي المعلومه فوليوم فوليوم بقول لك 250 مل سوليوشن ما بيجي بيحكي لك 250 مل ميه بيجي بيحكي لك 250 مل سوليوشن لانه بدنا احنا حجم السوليوشن whose concentration is 2.16 مولر اذا هذا هو المولاريتي معطيني المولاريتي ومعطيني الحجم وبسالني على الكتله الكتله وين موجوده في المعت... في المعادله بمين بالان بالمولات فباجي انا بقول المولات بتساوي التركيز في الحجم هي قانون جديد طلعنا للمولات ما كنا بنعرف كنا بنعرف المولات ماس على مولار ماس كنا بنعرف المولات عدد الجزيئات على عدد افوجادرو او عدد الذرات هلا صار في عندنا المولات بتساوي التركيز درب الحجم شو بتساوي هون شو التركيز عندي 2.16 ضرب 250 في 10 قوه سالب 3 ليش 10 قوه سالب 3 لانه الحجم دائما بالزبط شو بيطلع الجواب 4 ايشي 54% 54% مول هلا انا شو بدي بدي الماس شو الماس بتساوي المولات في المولر ماس؟

وبعدين الحجم 250 بحط تقريبا نصه بخد منيح بعدين بكمل الحجم لهون بس لازم يكون هذا الفوليومتريك فلاسك اصلا هو بيقص لي 250 حجم حجمه 250 فهيك بكون انا حضرت محلول كيتو سي ار 2 او 7 تركيزه 2.16 مولر وحجمه 250 مل المحلول بيكون لونه اصفر كيتو سي ار 2 او 7 لونه اصفر على اورنج اه احكي مين بده يحكي طيب نحل كمان سؤال. A chemist needs to add 3.8 جرام من الجلوكوز to a reaction mixture، يعني في واحد كيميائي عم يعمل تفاعل، لازمه 3.8 جرام من الجلوكوز عشان يحطه بالتفاعل، ما في عنده جلوكوز ولا يروح يوزن ويحط، في عنده محلول. calculate the volume in milliliters، بده حجم بالمل هو اللي يحسبيه بالمل، شو المجهول عندي؟ الفوليوم بده اياه بالمل. اوف! 2.53 مولر جلوكوز سوليوشن شي should use for the addition يعني وحده عم تعمل تفاعل لازمها 3.8 جرام من الجلوكوز ما عندها جلوكوز سوليد عندها محلول تركيزه 2.35 قديش الحجم اللي بدها تاخده اللي بيحتوي على 3.8 جرام بكتب القانون المولارتي بتساوي عدد المولات على الحجم الماس وين بتكون موجوده بالمولات بالمولات اصلا شو اللي معروف عندي التركيز والحجم صح برجع بقول عدد المولات يساوي التركيز ضرب الحجم وتساوي التركيز عندنا 2. اه ما الحجم عندنا مجهول حجم مجهول وبدي اقول يعني. الحجم معروف كلكم بتقولوا لي اه مش هون بطلع انه اول آه. شغلة لازم نحسب المولات صح المولات آه مجهول بالضبط التركيز عندنا بيساوي عدد المولات على الحجم انا المجهول عندي الحجم معروف عندي التركيز وعندي الماس في المولات فأنا باجي بالأول بحسب المولات كتلة على كتلة مولية الكتلة 3.81 على الكتلة المولية 180 للجلوكوز حسبناها مرة سوا شو بطلع الجواب احسبوا لي اياه 2% 2% مول هلا بما انه الفوليوم مجهول الفوليوم بيساوي عدد المولات على التركيز عدد المولات 2% بالمية. التركيز عندي 2.53 شو بيطلع الجواب؟ 8 بالألف 8 بالألف هاي مل ولا لتر؟ لتر <applause> لتر آه، لتر لتر اه لانه عوضت 3.81 رقم على 1000 عشان تطلع باللتر بالضبط احنا اصلا الجواب لازم يطلع عندنا باللتر احنا انا عن الفوليوم عندي مجهول استخدمت القانون الفوليوم مجهول بس هذا القانون لفوليوم باللتر فالجواب باللتر طيب ال 8 بالألف عشان احولهم لمل بضرب ب1000 ولا بقسم على 1000 بضرب ب1000 بضرب ب1000 فالجواب بده يكون عندي 8 مل شو يعني يعني اذا هاي البنت اللي بتعمل بالتفاعل بدها 3.8 جرام من لازم تاخذ 8 مل من محلول تركيزه 2.53 مولر هدول ال8 مل تركيزهم 2.5 مولر بيحتووا على 3.8 جرام من الجلوكوز فهمنا فشوفوا عم يسالني اسئله كل مره فيها شغله مجهوله، يعني شو بده يعطيني مجهول؟ يا عدد المولات، يا اما الكتله، يا اما الحجم، يا اما التركيز. بدها تكون شغله مجهوله والاشياء الثانيه كلها معروفه. مفهوم؟ سهل هذا الحكي صح؟ اه oh. طيب dليوشن اوف سوليوشنز شو يعني تخفيف تخفيف شو يعني نخفف يعني نزيد التركيز ولا نقلله نقلله قلله بالضبط طيب انا لما بدي اقلل التركيز بدي اضيف مي ولا شو رايكم صح, صح. آه. يعني كيف نخفف كيف نخفف محلول بدنا نحط عليه مي لما بحط عليه مي بده كل تركيزه فاذا الدليوشن هو اني انا احضر محلول ليس كونسنتريتد تركيزه اقل من محلول مور كونسنتريتد بالعادي المحلول اللي بيكون تركيزه عالي بسميه ستوك سوليوشن بستخدمه عشان احضر محاليل تركيزها اقل طب نفهم من ناحيه مفهوم شو بصير بالمولات شو بصير عندي لما انا بخفف طلعوا لي على هذا البيكر افرض انه في عندكم 200 مل هدول الاحمر هم السوليوت المذاب إذا هذا البيكر رحت انا زدت عليه كمان 200 مل وصار حجمه 400 مل السوليوشن كله شو بصير بالتركيز بكتب المولاريتي بتساوي عدد المولات على الحجم انا غيرت الحجم صح شو اللي غيرته انا من 200 ل 400 الحجم. الحجم حجم حجم لما بيزيد الحجم الجواب للمولاريتي بده يكون اقل ولا اكثر أقل. 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 اقل اقل طيب المولات انا طبيت فيهن لا ما طبيت فيهم. فالمولات هون عندي في المحلول الأول شو بتساوي؟ المولات في المحلول الثاني ما طبيت في المولات أنا غيرت الحجم فبتلقائي تغير التركيز طب إذا المولات في المحلول الأول نفسهم المولات في المحلول الثاني المولات شو بيساوي؟ تركيز في الحجم صح؟ صح ولا لا؟ مش مش المولات عندي بيساوي التركيز في الحجم من هذا القانون؟ أي طيب أي تركيز؟ المولات في المحلول الأول بيساوي تركيز المحلول الأول؟ حجمه للمحلول الاول. المولات في المحلول الثاني بيساوي تركيز المحلول الثاني في حجمه للمحلول الثاني. شوفوا هلا هل بدي اسالكم، هل ضروري انا لما بدي اخفف محلول استخدمه كله؟ لا لا مش افرضوا انا بديش اخذ كله شو بدي فيه هذا كله المحلول؟ بدي اسحب من هذا المحلول أخذ 100 مل. بديش اخذه كله؟ بدي اخذ 100 مل وهي ال 100 مل هي اللي اكملها لل 400 كيف بدي اعرف شو التركيز الجديد لل 100 مل اللي اخذتهم وكملتهم ل 400 التركيز الجديد هيو التركيز الجديد بده يساوي المولات على الحجم صح الحجم الجديد بعرفه 400 انا هل بعرف احسب المولات اللي اخذتهم في ال 100 مل هاي ال 100 مل قديش فيها مولات ولا بتعرفوا ولا ما بتعرفوا تحسبوا؟ نسبة تناسب لا ربعي. ليش بقول أنا عدد المولات بساوي التركيز في الحجم بدي أقول لكم هذا تركيزه أربعة مولات مثلا هدول ال 100 مل ما هو المحلول كله ال 200 مل ولا ال 100 مل ولا ال 10 مل هل بيختلف تركيزه وأنا بحكي عنه نفسه المحلول ما أنا قبل شوي قلت لكم إذا في عندي محلول إذا استخدمت 10 مل ولا 20 مل ولا 30 مل لإله بيطلع عندي نفس التركيز هلا أنا ما أخذت كله المحلول أنا أخذت جزء منه هذا الجزء اللي منه كيف بحسب مولاته؟ بقول مولاته بتساوي التركيز بالحجم، التركيز عندي أربعة والحجم عندي مية على ألف شو بطلع عدد المولات؟ بوينت واحد في أربعة بطلع عندي بوينت أربعة مول. هدول هدول اللي أخذتهم المولات كملت حجمهم لأربعمية. فبطلع التركيز الجديد عندي البوينت أربعة على أربعمية. هاي لو أخذت أنا جزء من المحلول ليش هون حطينا كل مولات هذا المحلول بتساوي مولات المحلول الجديد لأني استخدمته كله ولكن لما أستخدم جزء من المحلول بدي أرجع أحسب المولات هلأ لما أستخدم جزء من المحلول بصح لي أحط M1 في V1 بتساوي M2 في V2 بس شرط شو الحجم اللي أحكي عنه بعيد كمان مرة بدي أطبق قانون M1 في V1 بتساوي M2 في V2 على هاي ال100 مل شو لازم أعوض هون؟ إم1 شو بتساوي؟ 100 4 مولر، وفي1 شو هي؟ 100 مثل، إم2 مجهولة عندي، وفي2 400، فصح أنا طبقته للقانون لأني أنا بحكي عن هذا الجزء أصلاً. طيب نحل سؤال عشان نفهم. بحكي لي، كيف بتحضري محلول؟ 5 في 10 قوه 2 مل يعني 500 مل مش عارفه ليش كتبها 5 في 10 قوه 2 من 1.75 مولر H2SO4 اوف سوري مش من اوف 5 في 10 قوه 2 مل اوف 1.75 مولر H2SO4 هذا حجم وتركيز المحلول صح starting with 8.6 مولر ستوك سوليوشن يعني شو اللي بيسألني؟ بيقول لي في عندك محلول ستوك سوليوشن يعني تركيزه عالي بدك تحضري منه محلول اخف المحلول الجديد بدي اكتب بس ام1 في في1 بتساوي ام2 في في2 شو المحلول الثاني اللي انا بدي احضره؟ شو تركيزه ام2؟ 1.75 شو حجمه بدي اياه؟ 5 10 قوه 2 هون في داعي احول من لتر من لتر ملو من مل لتر لا لانه بطولهم <applause> اه بس ممنوع استخدم ممنوع استخدم جهه مل وجهه لتر لازم بس يكون استخدم مل او لتر في الجهتين لانه لو بدي اضرب ولا اقسم بدهم يروحوا مع بعض اذا اذا كانت الوحدات بس اذا كانت وحده فيهم وحدتها غير الثانيه بدي اغير طيب المحلول الاول شو تركيزه 8.61 دمانية... شو اللي مجهول منه؟ الحجم هلا طيب. احنا كيف بنعمل دوليوشن عشان اشرح لكم؟ هذا محلول جاهز قديش تركيزه 8.61 مولر على فكره مر... اغلب المرات ما بيعطيني حجمه بيلزمنيش حجمه اصلا انا بدي اخذ منه كميه اسحبها من هون اسحب كميه عندي واروح احطها في فوليومترك فلاسك جديد وبدي المحلول الجديد يكون تركيزه 1.75 مولر وحجمه 500 مل يعني هذا الفلاسك شو لازم يكون حجمه الإشارة هون عندي لوين بتكسلي؟ لي 500 مل فلازم أسحب من هون كمية أنا هاي الكمية اللي بدي أحسبها قديش أسحب 10 مل 20 مل 100 مل هلأ بدي أحسب قديش أنا بلزمني قديش بتطلع الفي بتساوي 1.75 في 5 10 قوه 2 على 8.61 شو بيطلع الجواب؟ 101 ملم 101.6 مل شو يعني؟ يعني من أيوه. هذا المحلول اللي تركيزه 8.6 تسحب 101.6 مل 101.6 مل بتجيب اداه دقيقه تسحب لك اياهم بتحطهم هون وبعدين لوين بكمل الحجم؟ بكمل الحجم ل 500 سمعتوا شو بعمل تمام اذا كمان مره انا عندي محلول مركز بدي احضر منه محلول مخفف فبقول ام 1 في بتساوي M2 في 1 بتساوي ام 2 في في 2 الحجم اللي بدي اياه 500 مل والتركيز 1.75 عندي محلول تركيزه 8.6 قديش لازم اسحب منه طلع معي لازم اسحب منه 101 مل باخذ ال 101 مل بحطهم في فوليومتريك فلاسك وبكمل الحجم ل 500 دائما السؤال هون بيكون معطيك ثلاث معلومات ووحده ناقصه يعني يا بيعطيك تركيز المحلول الاول وحجمه وبسألك قديش لازم يكون حجم المحلول الجديد او تركيزه او بسألك عندك تركيز وحجم بدك اياهن قديش لازم تاخذ حجم قديش كان التركيز القديم اللي اخذت منه فهي المعلومات اللي انا بعطيني اياها او بسالني عنها دكتور عندي سؤال احكي احنا لما ناخذ جزء هو اللي بخلينا نحافظ على انه عدد المولات بالجهتين يساوي بعض إنتي لما تاخذي جزء إنتي ما اخذتي كل المحلول صح مزبوط بلزمك مولات المحلول كامل ولا بس مولات الجزء اللي اخذتيه مولات الجزء اللي اخذته الجزء اللي اخذتيه بتاخذيه وبتكملي عليه مي فلهيك في اغلب الاسئله ما ما بجيب لك كثير قديش المحلول القديم طلعوا اعطاكي حجم المحلول اللي اخذتي منه اصلا لا اقول لكم بدي اضيفها هاي المعلومه اذا اخذنا 8.6 مولر اوف ستوك سوليوشن اوف اتش 2 اس اوفر 1 لتر قلت لك عندك محلول اتش 2 اس اوفر 1 لتر هاي ال1 لتر بتلزمني بشيء لا بتلزمنيش لو اعطاني اياها بالسؤال بعطيني اياها مرات بخربشني على الفاضي انا المحلول عندي لازم اعرف تركيزه اذا بعرف تركيزه اي حجم بسحبه منه بعرف اسحب بعرف احسب مولاته الكميه اللي انا بسحبها وبرجع بحط عليها مية هاي الكميه اللي مولاتها بتكافئ المولات الموجوده في المحلول الجديد انا ما اخذت المحلول كامل لو كل لي خذي المحلول كامل وخففيه فيه سمعت شو كل لي فيه بتعامل معه كمحلول كامل بس اذا كل لي منه جزء عشان تحضري محلول جديد بتعامل مع جزء صغير من المحلول ما تخربشوا حالكم كثير خلص بتحطوا ام 1 في V1 بتساوي M2 في 1 بتساوي ام 2 في في 2 بتسالوا حالكم ام 2 تركيز الجديد طبعا دائما التركيز الجديد اخف احنا ما بنحضر شيء تركيزه اعلى من شيء تركيزه اقل احنا بنحضر تركيز اقل من تركيز اعلى هلا الحجم طلبوا مني قديش بالمحلول الجديد المحلول القديم اعطاني تركيزه وسالني شو الحجم اللي بلزمني منه ممكن انا ما احكي لكم هيك ممكن احكي لكم هذا المحلول اللي عندك تركيزه 8.61 شوف شو بدي اقول لك اسحب منه 10 مل حطهم بفلاسك كمل لي الحجم ل 250 واقول لك قديش صار التركيز نعرف نحل ولا لا اكيد اكيد أه. كيف نحل بنقول ام 1 في V1. M2 في 1 بتساوي ام 2 في في 2 وينها ام 1 8 فاصلة تماني. ستة واحد شو في 1 عشرة أخذنا إم ما بعرفها ميتين وخمسين لفي 2 بلاش ممكن ما أعمل هيك ممكن أقول لك خد عشرة ميل من التمانية فاصلة ستة عشان تحضر لي محلول تركيزه واحد مولر قديش الحجم لهذا المحلول سمعتوا شو بقول لكم خدوا العشرة ميل فتوا إياها هون أنا بدي محلول واحد مولر كده أنا بدي هون تحضر لي أو 2 مولر عشان ما تفكروش 1 مولر يعني 1 مولر. 2 مولر شو بكون إم 1؟ 8.6 في 1 10 10 مولر في 2 بعرفش قديش الحجم هذا اللي بلزمني 2 مولر بحسب في 2 اللي هو قديش <applause> لازم يكون المحل ايوه شفتوا إذا ده... احسبوها انتم بس انا بحكي لكم انه دائما السؤال كل مره بسالك على معلومه واحده مجهوله بكون في عندك معلومات معروفه انت لازم بس تعرف كيف تتعامل معهم مين ام 1 مين, V1, مين, M2, مين V2. نكتب M1 في 1 مين ام 2 مين في 2 نكتب ام 1 في في 1 بتساوي ام 2 في في 2 وبنشوف كل وحده شو نعوضها مفهوم مفهوم ما رح اشرح المعايره المفروض نبدا في المعايره ببداها يوم الخميس ان شاء الله إيه، اسيد بيس تايتريشن معايره هلا الأح... إيه، احنا التايتريشن المعايره عندنا أكتر من نوع ولكن احنا بدنا نركز على الاسيد بيس تايتريشن اللي هي المعايره بين حمض وبين قاعده تعرفوها المعايره اكيد مرت معكم في المدرسه وعملتوا تفاعل المعايره بين ان إيه او اتش بي وشفتوا اللون الزهر الاغلب صح لا بعملوا الناس تجارب ال ايش لا لا بالمختبر اه طيب لو ما اخذتوا يعني لو ما اخذتوها بالمدرسه رح تاخذوها بالمختبر الكيمياء اخذتوها بالمختبر ولا لا في الكيمياء في الجامعه يعني في مختبر ال لا, لا, لا لسه لا لسه لا؟ طيب لا ان شاء الله بتاخذوها وبتعملوها عمليه ايه وبتشوف اللون الزهر لما بيطلع وهي المعايره حلوه يعني ممتعه شوي شغلها في المختبر بس حساباتها مرات بتغلبكم شوي فالمفروض هون نتعلمها شوي شوي وترجع تطبقوها كمان مره في المختبر ان شاء الله في حدا عنده اي سؤال اي استفسار بيحكي شيء دكتوره انا بدي اسال اسالي دكتوره ليه حطينا عدد المولات بساوي عدد المولات يعني ليه حطينا عدد استني اعمل شير كمان مره راح الشير من عندكم صح؟ لسا عندكم شير؟ لا 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 ليش حطيتي عدد المولات بيساوي عدد المولات؟ آه شايفين صح؟ اه طيب انا بدي اجيب هذا المحلول وهذا المحلول عندي حجمه 500 مل تركيزه عشرة مولر قديش عدد مولاته هذا المحلول؟ تركيز في الحجم صح؟ عدد المولات الموجود هون بدي احسبه التركيز في الحجم ويساوي عشرة مولر ضرب خمسمية على ألف قديش بتطلع؟ بوينت خمسة في عشرة خمسة مول لو قلت لك خففي لي هذا المحلول بدل ما يكون عندك 500 تعالي انت ديري لي اياه في فلاسك يكون حجمه واحد لتر هل التركيز بضله خمس مولر؟ سوري هل التركيز بضله عشرة مولر؟ ولا بصير التركيز نصه؟ بصير نصه لانه كل ما زاد الحجم بقل هل عدد المولات هل عدد المولات بيختلف عندي يعني كميه الماده المذابه بتختلف عندي شو اللي غيرته انت بس لما انت بتضيف مي انا أفرد بحضر هون محلول ان اي سي ال الان اي سي حاطه خمسة مول حاطتهم في مية مل هل كميه الان اي سي لما انا بزيد مية بتختلف عندي لا لا, لا. هلا احنا مش دائما ناخذ المحلول كله كامل ومنخففه بالعادة احنا ناخذ جزء من المحلول شو يعني ناخذ جزء من المحلول يعني انا عاده هذا المحلول بسحب منه مثلا عشرة مل بتعرفوا هالبايبت اللي سحبتوا منها في اول مختبر نسحب 10 مل منجيب فلاسك في هذا الفلاسك مثلا انا بدي اكمل الحجم لواحد لتر هدول ال10 مل بدي احطهم هون واكمل الحجم لواحد لتر هل المولات الموجودة في الواحد لتر الجديدة بتساوي مولات المحلول القديم في كله ولا بس المولات اللي في العشرة مل اللي سحبتها؟ بس بدي أحسب هالعدد مولات جديد بيكون ماشي بس انا بسالك المحلول الجديد اللي حضرتيه هل اخذت المولات كاملين في المحلول القديم ولا اخذت المولات اللي موجودين بس بالعشره مل هدولة؟ بس موجودة بين 10 مل طيب فلهيك لما بتكتبي ان للعشرة 10 مل بتساوي ان للنيو سوليوشن هيك بدك اكتب اياها عدد المولات في ال 10 مل صح بيساوي التركيز في الحجم وعدد المولات للمحلول الجديد بيساوي التركيز في الحجم شو هذا التركيز اللي للعشرة مل تركيز مين المحلول الأصلي صح اللي هو عشرة مولر الفوليوم اللي انت أخدتيه من العشرة مولر هو عشرة مل التركيز الجديد بدك تحسبيه الفوليوم الجديد عندك واحد لتر يا بتحط التنتين لتر يا بتحط التنتين مل شو بدك بدنا نحط التنتين مل دحولها لألف أنا مل ما هي لتر ألف مل فلما بحكي أنا المولات القديمة بتساوي المولات الجديدة أنا بحكي على المولات اللي في الكمية اللي أخذتها من المحلول المركز إذا أخذت المحلول المركز كله كل مولاته بتساوي المحلول الجديد إذا أخذت جزء منه المولات اللي في الجزء اللي أنت أخذته بتساوي المولات اللي في المحلول الجديد برجع بعيد ليش بتساوي المولات هاي اللي في المحلول الجديد لأني أنا الجزء اللي أخذته زدت عليه مي أنا كمية السليوت لا بنقص منها ولا بزيد منها الإشي الوحيد اللي بتحكم فيه إني أنا أزيد المي فلهيك المولات ما بتتغير ولكن برجع بسال حالي هل انا عم باخذ المحلول كله ولا جزء منه عم باخذ جزء منه عم باخذ 10 مل 20 مل فانا لما بحسب المولات بحسبها للجزء اللي انا اخذته الجزء اللي اخذته بكمل عليه مي فعدد المولات ما بيتغير بضله ثابت لانه عدد المولات جاي من الكتله من وين جاي عدد المولات من الكتله اللي انا ضفتها عدد المولات بساوي الكتله على الكتله الموليه انا بكون حطيت كتله معينه عشان احضر المحلول فعدد المولات اللي انا باخده وبحضر منه محلول جديد بس بزيد عليه مي فما بتغير عندي عدد المولات للكمية اللي أخذتها واضح؟ آه يسلم آي ايديكي في حدا لسه بده يسأل إشي؟ دكتورة أنا عندي سؤال آيه آيات. آه يا آيات بالنسبة للديلوشن بيكون بتم يعني بإضافة المي بس للأكوية السولوشن صح؟ يعني ممكن يعني... ممكن نعمل تخفيف آه. باضافه احنا بنحكي على اكويا سوليوشنز ممكن تحضري محلول بايثانول بميثانول عادي م -م. الفكره م -م. انك انت مش مهم السولفنت شو هو الفكره هو انه لما تعملي دوليوشن بدك تزيدي السولفنت يعني انت بتضيفي السولفنت عشان تخففي المحلول ما بتطبي بالسوليوت تمام مش شرط تكون مي بس زي ما حكيت احنا عم نحكي عن محاليل مائيه في حدا كمان بده يسال او يستفسر دكتوره سلايد 39 تسعة وتلاتين بعيدة هاي تسعة وتلاتين وينها تسعة وتلاتين مالها ان مع الأنيوتش مالها بس الأنيوتش إحنا فككناه كله بس إنه تفاعل لأنه إيش فككته أنا كله لأنه بذوب لا أوكي هو بذوب بس أنا شو تفسيري الأكثر من هيك لأنه قاعدة قوية قوية اه بتتحلل في الماء بس طيب. مش, مش كلها حتتفاعل مع ال كلها مع ال مش حيتفكك كله اه قصدك يعني انه افكها اه هلا هي كلها رح تنفك بالماء بس مش كلها رح تتفاعل ولكن تفكك 100% بتتفكك هلا انت تفك إشي وتفاعل إشي. التفاعل هو الجزء اللي تفاعل منها مع الاتش سي أنا طلع لي السي ان ماينس او، ولكن انا لما بكتب الايونيك ايكويجن انا عم بكتب اللي بذوب بالمي او اللي يعني ذائب بالمي او متفكك 100% بالمي, بالمي، حكينا شو هم اللي بنفكوا بالمي 100%؟ اما يكون عندي سولت سوليوبل اما حكيت لكم عندي سترونج اسيد او سترونج بيس، هدول اللي عندهم 100% ديسوشيشن، فانا لما بكتب المعادله الايونيه انا عم بفك عم بفك اللي مية بالمية بيصير له عندي ديسوشيشن بالمي هلا هاي كلها تفككت بس جزء منها اللي تفاعل مع ال سي اصلا ليش بشوف هاي ال او OH بالمعادله لانه ضل منها اكسس مش كلها اللي تفاعلت مع ال سي بضل منها اكسس هاي ال او OH تمام وبضل في عندي ان اي اكس زايد عن التفاعل ودايب بالمي فالتفكك شيء والتفاعل شيء تمام تمام شكرا في حدا كمان بده يسال شيء طيب منيح عم تسالوا معناها متابعين وعم تدرسه طيب المرة الجاية إن شاء الله بنحكي على المعايرة ويعطيكم ألف عافية بنشوفكم إن شاء الله يوم الخميس على خير